وإلى متابعة الأخبار المحلية. تنطلق غدا المباريات الجولة 25 لمسابقة الدوري العام، حيث يلتقي إنبي مع الإسماعيلي على استاد بتروسبورت في 7:30 مساء، فيما يلتقي يوم الاثنين كل من بتروجيت مع الزمالك في 5 مساء باستاد الجيش بالسويس، والأهلي مع النصر في 8 مساء باستاد القاهرة، فيما تستكمل مباريات الجولة يوم الثلاثاء حينما يلتقي طنطا مع الرجاء، الداخلية مع المقاولون، الإنتاج الحربي مع الأسيوطي، ووادي دجلة مع الطلائع الجيش، بينما تم تأجيل مباراتي المصري مع الاتحاد السكندري وسموحة مع مصر المقصة لأجل غير مسمى بسبب المشاركات الأفريقية للمصري والمقصة. يعقد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول جلسة غدا الأحد بالسفارة البريطانية مع مسؤولي شركة التغذية الإنجليزية التي تعاقد معها اتحاد الكرة لتوفير خبراء في التغذية استعدادا للمونديال. يحضر الجلسة إيهاب لهيطة مدير المنتخب ومحمد أبو العلا طبيب الفريق والسفير البريطاني في القاهرة جون كاستين. جدير بالذكر أن اتحاد الكرة قرر إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً له غدا بمقر الجبلية للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الشركة الإنجليزية على أن يتم الاكتفاء بعقد الجلسة بين الطرفين لبحث الاستعدادات لمونديال روسيا 2018. قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني إقامة معسكر مفتوح بالقاهرة للاعبين المحترفين في الدوري السعودي أول مايو المقبل. جاء قرار كوبر حفاظا على الحالة البدنية للاعبين، خاصة وأن الدوري السعودي ينتهي منتصف إبريل المقبل. وفضل كوبر منح اللاعبين الدوليين المحترفين في السعودية مثل عصام الحضري وشيكابالا ومصطفى فتحي وكهربا ومؤمن زكريا راحة لمدة أسبوعين قبل خوض المعسكر.